الاول انا عايزه اقول لكم احنا هنعمل وصفتين دلوقتي. اول حاجه محشي بطاطس باللحمه المفرومه. البطاطس محشيه باللحمه المفرومه انا عارفه ان في مصر كلهم بيعملوها بالصلصه، بس دي مختلفه، مش بالصلصه خالص، بس جميله وسهله ومكوناتها في كل بيت. وهنعمل صنف الفراخ المشويه حلو جدا هيعجبك قوي. نبتدي اول حاجه بالبطاطس نخلصها، بعد كده نقول الفراخ هنعملها ازاي. المقادير بتاعتي هستعمل كيلو من البطاطس المتوسطه، دي القرص اهي بالزعتر. بصوا انا بحب لونها غامق علشان كده بدهنها بالبيض، لو انتوا عايزينها افتح من كده اهو ممكن ما تدهنوهاش بالبيض او تخلوها في الفرن لغايه ما يبقى لونها دهبي، بس هي لما بتبقى غامقه كده بتبقى احلى بكتير وريحتها فظيعه يعني. كيلو بطاطس صغيره هوريكم، بصوا حجم البطاطس دي ما تبقاش برده صغيره جدا ما اقدرش احشيها، الحجم البطاطسيه دي اوكي. وهستعمل مع كل كيلو ربع كيلو لحمه معصجه ومعلقه صغيره ممسوحه بهارات مشكله، اهي البطاطسيه شايفين حجمها ده، تبقى يعني نص كف الايد. وهستعمل رشه فلفل اسود وشوربه او ميه مغليه، عندي شوربه اوكي، ما عنديش ميه مغليه، ما هي اللحمه المفرومه اللي فيها هتخلي الميه شوربه في الاخر. يبقى كيلو بطاطس صغيره، نص كيلو لحمه معصجه، معلقه صغيره ممسوحه بهارات مشكله، رشه فلفل اسود وشوربه او ميه مغليه، حوالي لتر شوربه هستعمل. هاجي اول حاجه طبعا هقشر البطاطس واقورها زي ما بقور البتنجان او الكوسه، بس ما تبقاش رفيعه قوي عشان ما تتكسرش مني. خلاص اللب اللي بيطلع منها ما برميهوش، انا هستعمله برده. اول حاجه باجي بقى ايه بحمرها، وانا حمرت كمان اللب اللي طالع منها ادي، والزيت عايز يسخن شويه كمان. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، الزيت لو انتوا استعملتوه قبل كده ما تقدحيهوش، احنا اول مره بنستعمل الزيت ممكن نسخنه قوي، لكن تاني مره ما تسخنيهوش. يعني اي مره، مش احنا قلنا الزيت ممكن نستعمله مرتين او ثلاثه حسب حجم الزيت، فاكرين لما اتكلمنا عن الزيت والزيت نستعمله قد ايه؟ اول مره سخنيه، تاني مره وتالت مره ما يسخنش قوي قبل ما نحط الاكل. معانا سهير، يا سهير. ايوه مساء الخير. مساء النور. من فضل حضرتك كنت عملتي حضرتك السمك المشوي. ايوه. فمن فضلك عايزه الخلطه بتاعته بعد ما يطلع من الفرن اذا سمح. من عينيا يا حبيبتي. تسلم عينيكي، ميرسي. اوكي. عايزه اكلك. هنسيبها تتحمر، بصوا هيبقى لونها ذهبي كده كاني بحمر بطاطس عادي اوكي. وهنبتدي نحشيها باللحمه المفرومه. هي الوصفه سهله جدا، هي لازم تتحمر، ما ينفعش ان انا اعملها مش متحمره هتتكسر برده معايا، لكن كده اهو بصوا بتبقى البطاطسايه ماسكه نفسها كويس جدا، يعني ما بتتكسرش وهي بتطبخ. بحشيها كويس وبعد كده برصهم في حله، يا ريت تكون مش عميقه او صينيه بغطا، اهو بيترصوا كده اهو. هنحشي اهي برده واحده تانيه. يبقى انا هحشي البطاطس باللحمه المعصجه، اضغطها كويس جوه كده اهو، و برصها بعد كده فقلنا حله مش غويطه قوي. بعد كده هو هعمل ايه؟ اللب اللي طلع من البطاطس ده، لب البطاطس او اللي جوه البطاطس، قلب البطاطس، انا برضو حمرته زي ما حمرت البطاطس، بحطه عليها، يعني هو بيطبخ معاها ده بقى في الصوص، بيبقى مستوي وحلو قوي. باجي ادي الشوربه او المرقه او الميه اللي انا هستعملها تبقى مغليه، هحط فيها البهارات المشكلة وهحط فيها الفلفل الاسود والملح، وبعدين هغطي بيهم البطاطس واخليها تستوي اوكي. كده اهو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس دي لازم يبقى فيها صوص في الاخر، يعني لازم يبقى فيها مرقة في الاخر. يا سعاد. ايوه ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله ايوه فندم. لو سمحتي انا عندي قرعه عسل وفضيتها انا من جوه خالص، كنا هنعمل بيها الغلاف الخارجي، هنعمل بيها عمل فني. فانا خدت اللي في قلبها عايزه اعمله يا اما بشاميل يا اما مربى، فاعمله ازاي؟ اوكي من عينيا، هقول لك تعمل ازاي. انتوا عاملينها عشان الهالوين بقى كل سنه طيبين. اوكي دلوقتي هنحط البطاطس لغايه لما تستوي، بسيبها على نار هاديه بعد ما تغلي تستوي،
واوطي عليها وهقدمها مع رز. خلاص هنسيبها تستوي. نعمل دلوقتي لو جربتوها حلوة جدا والولاد بيحبوها وسهلة جدا ومكوناتها في كل بيت، يعني مش محتاجة حاجة خالص، هي بطاطس ولحمة معصجة فيهاش أي حاجة تانية، بس الطريقة بتبقى حلوة قوي.